On continue la partie 3 de l'exercice d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Donc, si on a Vx ou Vy, X Y, 1C2. Donc, 1C2. 1C2. Vx, V perpendiculaire 0 fois cosinus oméga t. Ou Vy, moins V perpendiculaire 0 sinus. Vous dit que sinus ou cosinus. La casse est de au carré, il au carré, il y a 1. Donc, vous avez Vx carré plus Vy carré, il y a B. Il y a X avec Y. Ou Vx ou Vy. Vous avez dit que c'est un cercle. Alors, c'est un cercle. Ou le module dial ou V. Ou V ou V perpendiculaire. Il y a une c'est constante. Donc, on va voir ce que nous بغاو x مع y دونك شنو هي vx vx هي dx على dt وشنو هي vy هي dy على dt دونك بار انتيغراسيون x هي الانتيغرال ديال vx x هي الانتيغرال ديال vx dt او بيان تخرجوها مباشره شي حاجه غندير ليها الديريفي وتعطيني الكوس شكون هي اللي غنعطي ندير ليها الديريفي وتعطيني الكوس هي سين دونك غتعطيني v perpendiculaire y غادي نهبط ديك الاوميغا ديريفي تاع ولا الانتيغرال تاع الكوس هو السين تاع اوميغا ت نتمنى تكون هي هذيك ا ان كونستانت بري بلس x 0 ا تي تيغال 0 ا تي تيغال 0 مين بدينا x هي x بديناها من 0 دونك x 0 يغال 0 ا تي تيغال 0 x كان 0 تي تيغال 0 x 0 يغال 0 نعاود نمس العمليه هنا اشنو هي y دي y على دي تي دونك عندي ان سين موان في اي بيربونديكولار 0 ديريفي هنا غتهبط الاوميغا الكوس اوميغا تي الا درت هذه الديريفي غادي يبان داك لو سين موان بلس ان كونستانت اللي غنسميها y 0 هي هذيك ا تي تيغال 0 y يغال 0 ولكن هنا الكوس ماشي يغال 0 غتعطينا في بيربونديكولار اوميغا plus y0 égale à 0. Donc, y0 sera de quoi? Y0 va dire qu'on y a moins v0 à la oméga. Donc, on va dire qu'on moins v perpendiculaire à la oméga. Donc, à d'où les équations d'elles-mêmes, d'elles x ma y. On dit dur x ma y. Montrer que la projection de la trajectoire de la particule dans le plan perpendiculaire est un cercle de rayon A. ايه ديتيرميني لي كوردوني ديالو دونك هنا تيبقى المات نتمنى تكونوا عارفين كيفاش نصيبوا الريون ما عليا الا نحول هذه هنا غندير اكس او كاري نحول هذه لهاد الجهه بلس ايغريك بلس في بيربونديكولار اوميغا او كاري حولت هذه هنا ودرت اكس او كاري او كاري غتبقى لي الكوس كاري مع السين كاري هي 1 دونك غتبقى لي في بيربونديكولار على اوميغا او كاري هذا سيتان سيركل سيتان سيركل دو سونتر اكس موان اكس 0 نتمنى كلشي يكون عارف كيفاش يتكتب سيركل اكس موان اكس 0 او كاري بلس ايغريك موان ايغريك 0 او كاري يغال الريون او كاري ياك دو سونتر سونتر ديالو شنو هو اكس سي يغال 0 والسونتر هنا ايغريك سي سونتر نحولها لحقاش ايغريك موان هنا عندي بلس هي موان V perpendiculaire à la oméga. Deux rayons, c'est le rayon au carré. Le rayon au carré ou V perpendiculaire à la oméga au carré. Le monnaie, ça va oméga. Oméga, c'est l'oméga. Oméga, il y a Q, B à la M. Nous avons dit que l'oméga est positif ou négatif. Donc, je vais écrire R égale R, c'est positif. Donc, il y a V perpendiculaire à la valeur absolue de l'oméga. هي الريون دو كوربير هذا السؤال اي سي 3 دونك هنا اي سي 3 تروفي تراسي افيك سوان لو سيركل دونك كيفاش غادي يكون هذا لو سيركل دونك على حساب دونك عندي هنا عندي اكس قلنا هي هادي ايغريك هي هادي عندنا في 0 زد قلنا زد غادي هنا ياك V0 هي هذه
V0 perpendicule qui est là. Donc il a quand la particule positive, la quand négatif, QV radia là, B radia là, donc à travers là. Bien là, on va dire bhal hak. On va dire un cercle là, de rayon. Hadi la quand Q négatif. Il a quand Q positif, on va dire direct D radia là, donc la force va tomber là. On va dire hayd hadi bas ma tbarras comme on va faire dans le plan. On va dire qu'on va dire bhal. Donc il y a imma غادي تمشي هنا ولا غادي تمشي هنا هنا غادي تكون كي بوزيتيف والسنتر هنا الا كانت كي نيجاتيف السنتر غادي يكون بوزيتيف بمعنى هنا ايغريك غادي تكون في بيربونديكولير على اوميغا واوميغا غتكون نيجاتيف غتكون موان لحقاش كي نيجاتيف موان ديالها نشوفوا الريون شنو هو الريون هو سمحوا لي نعاود اللي حساب تما هي V perpendiculaire على أوميغا ماشي هي أوميغا V perpendiculaire على أوميغا أوميغا هي Q B فوا M هي هذيك اللي درنا في الدرس R هي Q B ولا V على perpendiculaire dans le plan préciser en particulier le sens du parcours بغاو le sens غادي هنا دابا إلا قلت لكم شنو هو لو موفمون ديال البارتيكول كاملة donc le plan perpendiculaire c'est un mouvement circulaire ouf, c'est un mouvement rectiligne-uniforme. Le mouvement est hélicoïdal. Hélicoïdal. Donc, quand il chauffe maintenant, il va dire qu'il va circuler en translation. Ou quand il chauffe, il va très loin maintenant, il va dire qu'il va revenir. هاد شويه اللي غندير هو لا بيريود تي وعندنا لو موفمون هنا سويفون زاد يونيفورم دونك الا بغيت نحسب من هنا حتى لهنا داك لي ليستي تسمى ولا تتسمى لو با من هنا حتى لهنا عندي في اللي غادي باراليل ولا سموه لونجيتيدينال هي لا ديستانس نسميوها لو با ديستانس سور تي دونك هاد لا ديستانس راه هي الفيتاس ال فوا تي Donc, fin du cours. Wassalamu alaykum.